اهلا وسهلا فيكم يا جماعه بحلقه جديده من برنامجنا دانديل. تخيلوا يا جماعه فواز من دون شعر على جسمه، كيف حيكون شكله؟ خليكم مع المقلب عشان تعرفوا القصه. بس انا قصي لانه معك. اهلا وسهلا. شو الاخبار؟ تمام صباح معكم. الحمد لله خير. الحمد لله. حكي معي، كنت نايم انا. الو كيف قصي؟ تاخرت، كنت نايم. لا عادي بسيطه، ما نسيت انه عندي موعد زي هيك. والله اني نسيت لانه ما كانوا مخبريني. لا لا مو على المكتب اللي تحت. بدك ترجع مكتب الدكتور عن جد؟ مع تلسكوب. هاي فواز خلصت هيك، حتى الدكتور بيعرف بس انا نسيت. راح عينومه. فكرت عندك نقص بتويلف. لا لا جيت لبنان قبل هيك؟ جيت دائما كنت اروح لبنان. عن جد؟ بحبها يعني، الله يحفظها. وين رحت قبل هيك؟ شو اكلت هونيك؟ هيك احكي لي اكثر. الروشه بس مو كورنيش وعلى السايد داوسور. سايد داوسور كان ساكن بمنطقه اسمها خلدة. عشت طول حياته هناك. بيروت كتير حلوه. بس يعني قبل لك شغله، يعني زي ما بقولوا فرنسا العرب. طبعا سويسرا الشرق. شو سويسرا الشرق؟ سويسرا الشرق. لا بقول كنت اسمع ان هي باريس العرب. طبعا ناس مرتبين وشعب مهضوم بحب الحياه برغم كل شيء صار فينا، بس الحمد لله قدرنا نتجاوز كل شيء. الحمد لله الحمد لله، ان شاء الله يا ربي كل البلدان تكون فيها خير. الحمد لله يا رب. والاردن حلوه على فكره وناسها طيبين، اكلكم بعقد. جربت كل شيء عندكم صراحه. بس انتم عندكم بجوز المزات اكثر. ياس ياس. يعني هاي الاشياء حتى المسخن بيختلف عنا، في مسخن رول عندنا. فاعتقد بالاردن وفلسطين يعني بيكون. حبيب القلب لك وحشه اخوي. حبيب القلب مرحبا، كيف حالك؟ الله يسعد لي. اكيد تعرفوا بعض. لا اول مره بشوفه. هلا جبناه قصي ابو سيف، تعاوننا انا وياه بشغل اكثر من مره. الشركه حكيت له عنه صراحه يعني. ما هلا بعرفكم عليه اكثر، انا بشرح لكم معلومات والله شو طبيعه الشغل. لانه الدكتور وانت حكيت معي جميل، كنت انا مشغول لما حكيت عن طبيعه الشغل. انا ما فهمت والله كويس. لا هلا انه في زي عقد كبير او الشغل. يعني هلا بنعرفكم عليه اكثر. هلا بنعطيكم ديتيلز اكثر ان شاء الله. تفضل السيد شادي يشرح لكم عن الموضوع. اهلا وسهلا فيك استاذ شادي. من لبنان؟ من بيروت. والله جيت قبل هيك. الله نفسي اجي. طيب بحكي لبناني. عن جد؟ بحكي سفاره و بحكي دبوني. منعوشي ترويا المنيو اللبناني. المنيو. طب شو اشهر كلمات عندكم اردنيه هيك؟ هات اشهر كلمات الاردنيه. بقوم بقطعك. لا يعني كيفك؟ شلونك؟ شو اخبارك؟ شو علومك؟ نحن عندنا صباب ونسوار، ان شاء الله تكون. نحن عندنا بسواه. عن جد؟ تحت بحطوا لها المي. بنسوار. والله مهضوم. في كلمة طالعين نظهر، طالعين نطلع. نظهر بالضبط. نظهر. نظهر نظهر خيي. نظهر نفل. نظهر يعني نفل فواز. شو يا ترانسليت؟ نطلع. نهرب. في كمان. بس بلدان الشام شو ما يكون اخر شيء بترجعنا الثقافة، يعني انه احنا يعني نفس الكلمات ونفس الشيء بس اللهجه بتختلف. كنا واحد مهما اختلفت اللهجه. بالضبط كنا واحد سيدي. تفضل استاذ شادي. تفضل مسيو جميل. السيد شادي حضرته جاي من لبنان، حابب يفتح مركز بيوتي سنتر. هو عنده اياه بلبنان، حابب يفتح فرع بعمان. بده يعمل بيوتي سنتر على الجمال اللي علينا، وبده يعمل له دعايه. ف يعني لما قعد معنا وهيك فشاف انه بنشتغل مع انفلونسرز وكذا، ف اقترحنا عليه انه يكمل مع انفلونسرز. بوصل للناس اسرع، بوصل للناس بطريقه عفويه وواضحه وكذا. ومنها بنعرف بنعمل له يعني هيك زي باز هيك في عمان، انه معروف صار ينعرف البيوتي سنتر تاعه. بيوتي سنتر بالضبط. هلا هو حيشرح اكثر ايش تفاصيل البيوتي سنتر. يعني بده يعملها عن طريق السوشيال ميديا، يقوي هذا بالضبط. بده يبدا كبدايه على السوشيال ميديا، يعرف الناس، يوصل للناس اسرع. بعدين انه بده يعمل عن طريق السوشيال ميديا. يعني هو هسه يعني مبلش. ياس انا يعني من بيروت تقريبا لي شيء 3 سنين فتح بيوتي سنتر، وعندي فرع هون بالاردن كمان. حلو والله. ممتاز طبيعي. وانت اخترت اجمل اثنين بالسوشيال ميديا.
نكتة مهضومة هيك. عاوة المثل القرد بعين أمه غزال. واحد ينصح واحد يضعف. ممكن. اوكي فينا نبلش الميتينج او شيء بونسوار. لا عادي ما انه مشكل. بونسوار بدي رحب فيكم بدايه. انا كثير مبسوط صراحه انه نحن هاي بهيدا الميتينج ان شاء الله نعمل لقدام شغل كثير حلو وكسر الدنيا. انا شادي عمري 26 سنه، عندي بيوتي سنتر ببيروت مختص بالتجميل والعمليات التجميل، يعني كل الامور متعلقه بالتجميل نحن بنعمل هيدا الشيء حقيقه. وبصراحه اخر فتره عم لاحظ نسبه النساء اكثر بالبيوتي سنتر اكثر من الرجال. يعني ما بحس الرجال هيك بيهتموا ببشرتهم بالنظافة بعمليات التجميل، بحس كتير هيك جنس الرجال مهملين. فحقيقة قررت أعمل فرع هون بالأردن وكفي عندي ببيروت. فقررت أعمل شيء out please ما تقطعني. قررت أعمل شيء out of the box. يعني شيء creative. ها شو يعني off the box؟ شو اوف ذا بوكس؟ فهمت علي كيف؟ فقررت اعمل لاين خاص فيه اللي اسمه بس بليز سوفت مان. سوفت مان هيدا عباره عن لزقه بتشيل شعر الجسم والصدر وكل اعضاء الجسم. لانه انا بصراحه الحقيقه بلاحظ اخر هيك فتره رجال كثير هيك عنده شعر. كله شعر بصراحه سوري باردون بهيدي الكلمه مثل الغوريلا عامل. المنظر منه حلو بيقرف بيقلعت صراحة الشعر. ايه طبعا بس طبعا. الشعر على الزلمة ايش حلو يعني. انا بالنسبة لقاموسي الخاص منه حلو. موسي ايه؟ بالنسبة لقاموسي الخاص لقاموسي الخاص قاموسه ايه يس يس بالنسبة لأ. هو شو بقول لك؟ بقول لك الناس اللي يعني مثل يكون عريس او شيء مش مهتم بنظافته الشخصية ايه؟ اشياء زي هيك يعني تعتبر يعني. هو بقول لك مخترع جهاز او مادة انه بتعمل تنظيفات يعني من غير ما تستخدم يعني اما واكل او زي بالضبط من غير الكيميكال فواز عامل لي فيها الزلم الفهمان ليش بالضبط من غير الكيميكال من غير الليزر. احنا اصلا نحن عندنا سوري ببيروت لما تستعمل هيدي اللزقه بس بتستعملها مرتين بتعطيك نتيجه 100% بدون ما تعمل ليزر. يعني بعد هيك ما رح يطلع على ايديك ورجليك شعر يعني لزقه واحده بدل الليزر. ايه يس يس كافي مفعوله 100% بتعطي كمان تبييض للبشره. غير هيك بتعطي ملمس ناعم لانه بتحتوي على زيوت بتعطيك كمان روائح كثير حلوه لانها متكونه من مواد طبيعيه. بتفتح البشره صراحه يعني ممكن قصي انت لون بشرتك حنطيه فبتفتحك بالزياده. انا عاملها هيك حنطيه اصلا عامل تان. ايه عامل تان اما انت مسيوم ما شاء الله مثل الفحم فبتخليك هيك تبيض اكثر. انا طبيعتي اسمراني يعني. انت مش اسود يا فواز. لا انا طبيعتي اسمراني وجسم يعني طبيعه وجهي تستقبل بسرعه اشعه. انت مش اسود يا فواز. انت اصحابك سود وجهك مثل راس العبد يا اخي هيك اسمر كثير بصراحه يعني ما تزعل مني انا. لا لا يعني عم بحكي بصراحه بعرف بس انا موجود انه طبيعه الشمس وطبيعه اللون عندنا تخلي الواحد بشرته يعني شوي. انا بعرف انك بتعمل كثير ميك اب فهيدا الشيء رح يساعدك ما تعمل ميك اب كثير اصلا. انا ما بعمل لا بعمل ميك اب اثناء التصوير يعني إيه بعمل إيه ميك اب زيك بس انا بفتره لما تبلش الشمس بيجي على هون ببلش السمار عندي يظهر اقوى. ما شاء الله زي هيك. انا عائله مزارعه الزراعة متأصلة فينا بس الميزات اللي عندنا والرعاية اللي عندنا والحظنا بالوضع الجغرافي والوضع البيئي ساعد على النضج تعطي طعم خاص هذا الطعم غير موجود في أي تمور أخرى. شو المطلوب يعني شو الشيء المطلوب اللي احنا نعمله؟ اوكي رح نعمل شغلتين. اول شغله رح تطلع ستوري تستعملوا هيدا البرودكت. انتو بتستخدم عادي بتجيب اللزقه خي بتحطها هون على ايدك مثلا وبتلزقها بتشيل شعر الايدين اي ولا بدون اي لا ما اي بتطلع احلى بتقول اي جد اي لا يعني اعرضه كمنتج بس تعرضهوش على جسم حدا يعني. تخيل اني انا شايل شعر ايدي وانا بلبس شورتات وشعر رجلي تخيل وادي السير كيف بدهم يستقبلوني يا ملص بقول بدنا نعطي مصداقية للمشاهد ما هيك مستر كوساي؟ في حدا يعني انت يعني انت ناس من الشركة وانت لزقله وشيله بس ما فيك اصلا مسيو كوساي ومسيو فواز تستهني بفكره ما في المشكل انك تطلع تحط مثلا لزقه على وشك وتنتف شعرك انا ما عندي مشكله ما عندك مشكلة. بس فواز ممكن يعني انت بدك تعايره العمر يعني. يعني هو انا عمو يعني بتناديني عمو بالايام العاديه شو مالك كوساي اهدى فرق الامر بيني وبين فواز انا عادي ما عندي مشكله بقى انت اوبن مايند شكلك انا حبيتك لانك اوبن مايند مش قصه اوبن مايند وهيك بس عادي يعني انا
منفتح على الشغلات هاي. ممكن فواز عشان متزوج وعنده اولاد ف لا لا بالطريق بقول لك حط اللزقه واقبعها بس حط اللزقه واقبعها واحكي للناس انه هاي ممكن انك تعمل هذا فيديو بطريقه كوميديه. عندي طريقه كوميديه ممكن انه يزبط عرفت. انا عندي طريقه بروموت ثانيه كليا اللي هي رح ناخذكم على شاليه. طبعا تكونوا لابسين كلكم شورتات وكل جسمكم من فوق لتحت مبين. رح نعمل تقريبا كلوز على منطقه بردون الفخاد. رح تجيب اللزقه بتعمل هيك مثلا تقول يا الله شو حسيت بالراحه بالانتعاش، شو حسيت ببشره بيضة وملمس حريري. انت وياه هسه فهمي شو الموضوع. والله تفهمني انا بخلص الضرب. رح نعمل شعار للحمله اسمه سوفت مان. لما نستخدم سوفت مان رح يصير عندنا بشره حريريه وبيضه مثل البيضه المسلوقه. شعار الحمله ميسيو مع سوفت مان لبشره ناعمه وحريريه مثل البيضه المسلوقه. رح تحكوا على الستوريز كمان لما تيجوا تعملوا الاعلان. انا والله ما بزبط يعني ما انت ميسيو معلش بس مثل الغوريلا ايديك يعني فبيطلع مزدقيه اكثر. حكيت مرتين وانا مشيت لك راس عبد مشان احنا نمشي بالكلام. ايه طبعا اهدى شوي. ايه طبعا ما حكيت شيء عيب. انا عم بحكي بسيريسلي وجديه. انا بحكي معه هو له حق الرد. ما هو برد انت ما بتعرف عنه. اهدى بنحكي بطريقه كويسه وانا بتعرف كلام زياده. لا كلام زياده يهدى. اهدى بس اهدى بالشغل ونحكي غوريلا وما غوريلا. كلامك مردود عليه خلص. تطلعش عن كلامك لاخر لحظه. ما رح اتجادل معك تطلع ايش عن خلينا خلينا نكمل. خلص احكي بشغل بس مشكله بس لو سمحت. اوكي تفضل فيك تكمل. خلص مشكله خلينا نعديها احكي بشغل بس حصل خير. حصل خير شادي صح سيد شادي. بس بدنا شوي نكون الطف شوي في الحديث عشان الجماعه محترمين وما ما في شيء نشتغل وفي بيناتنا بزنس يعني بدنا نكمله ان شاء الله. لا جميل مش الكسر بس الطريق في كلام الطريقه مظبوط. اشتغلنا مع اكبر شركات كل شيء له كلام. جاي واحد يحكي معنا في طريقه مختلفه بدك تعرض المنتج اعرفه في طريقه. انا بحكي لك في طريقه كويسه رح يطلع منظر سيئانك بس كثير حلوين بعد الشعر لما تشيلهم. اصلا حنحط كمان فواكه عند الرجلين وعنب بتعمل هيك بالعنب بيطلع شيء كرييتيف. ايش كرييتيف ايه بالضبط مستصبع يصير ارجيله مع الفواكه يعني شو الحكي المسخره هذا يعني. ليه مسخره مسيو ليه مسخره اصلا بالله انك تحكي اسلوب مسخره ليه مسخره خيي بسيطه. طبعا بالنسبه للاسعار مثلا ايه بالنسبه للاسعار يعني بركي رح اعرض عليكم مسيو 50,000 دولار لكل حدا فيكم. هيدا السعر بحياتك يا حياتي ما بتحلم فيه. شو مالهم تنشي انت شو مالك شادي يعني شو مالك علينا مش فاهم بصراحة. أنا حسيت هيك في استخفاف للفكرة مش استخفاف للفكرة بس احنا يعني بنمزح. احنا يعني فواز كوميدي انا كوميدي احنا هون بالله احنا بنمزح قاعدين بناخذ نار. بس احنا بشغل. ليش تدفع 50,000 لمين بدك تدفع 50,000 واحد واحد؟ لكل حدا للشخص ايه طبعا. انا 100,000 احنا اثنين ايه مزبوط. والدكتور بيعرف عن هاي الاسعار ايه طبعا. اصلا الدكتور يعني موافق على هذه الفكرة ومشجعني 100% وهو متبني الفكرة انه في الموضوع فيه زي هيك واشياء زي هيك. لا هو ما حكانا التفاصيل صراحه ب 100% بس قال لي مبنى ومبنى ما قال لي تصوير شخصي هاي يعني انا مش مادي. لو دفع 60 كان ولا بتلاقوا علي شعره. طب انتوا بتفهموا قبل ما تجيبوا الناس تقول لك عندك مشكل مسيو يعني بس بدي اورجيك كيف رح يصير شكل السيقان والايدين وانت مسيو كوساي. شوف الفرق شوف النظافه مسيو. طلع انت وياه كيف قبل وبعد قبل وبعد احلى ما يكون احلى ما يكون مثل القش مسيو. هيك بتطلع بنظافه مثل البيض المسلوق مثل القش. مين القش؟ ايديك ورجليك مسيو مثل القش. مين انت وياه؟ اقسم بالله انا ما بمزح معك عن جد. وانا ما بمزح معك. لا لا روق روق انت. لا اذا حكي كمان مره حكيت في طريقه مش كويسه. اف 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 فواز شو مالك الطاوله بدنا اياها. حيوان انت شو بك عم تتقطع علي؟ انت حيوان رح اشكيك للشرطة على شكلك يا حيوان. شو قاعد تحكي يا زلمة؟ انت واحد حيوان على فكرة. شو قاعد تحكي؟ فواز دقيقة دقيقة فواز طلع علي طلع علي طلع علي اسف كسر رجله كسر رجله مثلا. قوم 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 قوم
معتصم عامل برنامج وياه؟ أنا اللي عامل برنامج. أنت معتصم؟ برنامجي في رمضان. عشان هيك كنت كل ما أقول لك شو بتعرف اللي تقول. بصراحة قصي خبيث، بصراحة قصي ما بين عليه، بصراحة أكلت المقلب، أكلته وشادي أكل كتلة والأمور كلها تمام. تمام يا جحدر شيء؟ أنا فواز أنا بعتذر. أول ضيف بضرب شادي. أول ضيف معنا اليوم. لا أنا والله لا أنا أسمع أنا آسف أول شيء. لا أنا طبعا. مسكال. إيقف إيقف لا أمشي أمشي. بيروز. لا حقك علي. لا عادي ولا حقك علي. والله شو مسكال إشي؟ لا لا أمور تمام. بس أنت لا أنا بتعرف شو إهانة الكلام يعني أنا. اقسم بالله ما بدي استفزك والله الولا استفزاز شادي ولا خان فواز دانديل معنا اليوم انا مش مقصد بس اوه يا اخي خلص صورها انا اسف لا عادي ما انا مشكله انا والله العظيم لانه طريقه الكلام مستفزه وانا والله ماني متعود طبعا انا بحترم الكل يعني بس انت بتقولي انا اسف لا عادي حبيب قلبي مش حنصور بعديها حبيب قلبي والله انا اسف يا قصي مش حنصور المهم يا جماعة الخير وصلنا لنهاية الحلقة طبعاً فواز عصب وخرج عن السيطرة لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتابعونا بمقالب جديدة سلام عليكم